والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ اليوم جيناكم بفيديو جديد، وطبعا اليوم راح نزور منطقة صيا. طبعا بنمر على فؤاد وقحلوت الحشية وادي السرين، وبعدين تجينا منطقة صيا، عاد بعد يجي عرقي وبعي. وهذه المناطق طبعا تكون على طريق قريات، مسقط قريات، وان شاء الله بنروح في عين هني، عين كبريتية، وطبعا هذا مدخلها، المدخل الصيا. بنكمل الشارع الطريق طبعا، ويدخلنا بين البيوت، ويعني داخل الحارة بيدخلنا هذا الشارع والطريق، دخلنا داخل الحارة. واعتقد اني بحتاج سيارة الدفع الرباعي الفور ويل، لان انا جيت بسيارة صغيرة، لكن اقول بنمشي بس بصور لكم المكان هني، جميل صراحة. اوقع شوي، ما شاء الله هذا المكان والطريق اللي يودي للعين. ترى اليوم غبار واجد في البلاد. صراحة هذا المكان يريح النفس، صباح خير الماي، شوفوا ما شاء الله. قبل أن أروح العين راح أصور هالمكان هالجسر. شوفوا يا الله هذه اللي متلوثة بدل الوساخ، شكلها حلو. شوف المكان ما شاء الله، طبعا كيف فكرة هذا الجسر؟ هذا الجسر يمشي فيه بيب يمر من تحت، تعمل هذا الجسر يعني جسر مشاة، ويمر الماء منه ليوصل هذه الساقية ويتجه كذاك الماء. ما شاء الله. جماعة الخير لاحظوا، طلعت فوق الجبل، لاحظوا المنطقة كيف من فوق. ان شاء الله نوصل العين. توصل السيارة نهاية الطريق هذا، بس لهذه المساحة توقف السيارة، توقف السيارة هنا هذا المكان، وراح يدلينا الشايب بارك الله فيه. مر هذا الطريق، لاحظوا هني بيوت قديمة، طبعا الوالد ما راح عندنا،
هذه البيوت القديمة اللي كانوا ساكنين في هذه المنطقة، منطقة قال لي عليها اسمها حرف او ايش. فالحلو انه مسوعي بالاسمنت لين ما اوصل للعين. وهذا الجبل الاسود، هذا الطريق ينزلك للمزارع وتكمل الطريق اللي جهة اليمين. الماي دافي، الماي دافي مرة، أشجعك إنك تسبح. صراحة مكان جميل جميل جميل. كان على بالي ان الماء بارد بس الماء دافي مرة دافي، ما شاء الله. شوف سيك كيف الاماكن المخفية فيها، العيون المخفية اللي فيها، شوف ما شاء الله. راح اكمل من فوق شوف.
بأمانة كانت النية عين كبريتية. بس سبحان الله وصلنا لهذه العين، عين صافية ودافية صراحة، ما شاء الله ما شاء الله. يكفيك يكفيك تجي هذه الأماكن، اسمع هذه الأصوات ترتاح نفسيا صراحة. وهذا منبع العين، تحطه من وين العين منبعها، بس هذا في طحالب هنا، هذا منبعها العين. لحظة كيف جمالها، ما شاء الله تنبع هذا الماء ويروح كذا هاك لين آخر الوادي. صراحة كان ما المتوقع أني أنا أحصل عين كبريتية في هذا المكان. تعال الحين في عز البرد، واليوم موقع برد، بس الماي هنا دافي مرة مرة دافي صراحة. أنصح كل حد يجي يزور هذا المكان، أنصح فيه صراحة، ما يعذب. هي تحتاج بعض الخدمات، بس إن شاء الله أتمنىها كل الخدمات راح توصلها. بعض جماعة الخير، الحين احنا من فوق المنطقة قصية، من المنطقة حرف اللي فيها العين. لاحظوا كيف هذا وقت النزول لما عد، والحمد لله رب العالمين. طبعا لما جيت هذا المنطقة التقيت بالوالد احمد بن محمد الناعبي طول الله بعمره، ودلاني لهذه العين وخبرني وين اروح وين الاتجاهات لحد ما وصلت للعين. وهو طبعا دام انه عايش وموجود والله يطول في عمره، اللي يزور هذه المنطقة راح يلاقي يشوفه الوالد، وان شاء الله ما بيقصر معكم، بيدليكم بالمناطق بالاماكن كلها، وان شاء الله صدره وسيع. طبعا صدره وسيع على اي حد بيجي هني استقبله بمره بصدر وسيع. اي نعم. وبكذا جينا لنهايه الفيديو، اذا كنتم مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وحطوا لنا لايك، وفي امان الله، مع السلامه.